مشكلة صوفيا ان هم كفروا مبكرا، فكل ما جاء منهم رفض على انه في حاجة، يعني ما ينفعش نقبل كلامهم كده بالسهل، رغم اني انا دايما بقول الكلمة دي، يعني لو الاسلام قدم بتقديم الصوفية العاقلة، الصوفية الفكرية يعني مش الدروشة، كان ذهب الى ابعاد اخرى في سمعته، يعني في الشيء الذي يليق به كتعريف عنه. لأنه لو نزعنا الاستثناءات الصغيرة اللي شرحناها في أسئلة سابقة عن آيات الحرب، وهي استثناءات زمنية مكانية وكل تداعياتها، فمية في المية القرآن كتاب سلام وكتاب قيم. لكن اللي عملوه الفقهاء والمفسرين وبالتالي الخلفاء اللي اعتمدوا على آرائهم، وهي كانت اللعبة المعروفة أنت عارفة، السياسة والدين، خلوا الإسلام بعض هذه الآيات القليلة جدا التي تتكلم عن لحظات زمنية محددة بزمنها اسمها القتال والحرب، خلوها هي الوجهة الكبيرة للقرآن، بل إن هو القرآن كله. فصبغ الإسلام، وطبعا التنفيذ الفعلي بقى الفقهاء ما سابوش بلد إلا وفتح غزوها على اسمهم إنه فتح، يعني لأسباب دنيوية بحتة. خلاص، خلي بالك إن دنيوية بحتة مش معناها إن هي شر كلها، لكن ما فيهاش هذا الوازع اللي بيتكلموا عنه اللي اسمه نشر الإسلام. ده كلام بيتحكوا بيه عن الناس.